السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا فندم؟ وعليكم السلام ورحمة ازيك؟ الله. الحمد لله. الله، أحبك الله الذي أحبك. معلش استفسار بس بسيط. دلوقتي الدعاء على المقابر، هل يجوز ان في واحد يدعي والناس تعمل وراء المقابر؟ هذا الصنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بس في الحالة الحالية يا شيخ، معظم الناس بتبقى واقفة سرحانة وبتتكلم مع بعضها، وهما بيعمل كده تقريبا بيجمع الناس حواليه. جمع الناس وفق السنة، لا تجمعهم بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. تمام يا شيخنا. سؤال ثاني معلش، عايز اعمل عقيقه لبنتي، فهل دلوقتي ينفع ان انا اتجوز ابعت فلوس للناس اللي هم بيبقوا وكده ويعمل عقيقه، ولا لازم انا اللي ادفعها؟ ممكن التوكيل، لكن إظهار الشعيرة في بلدك أفضل. ماشي يا شيخنا، جزاك الله خيرا يا شيخنا. وياكم.